خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحنية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نرحب بحضراتكم مع انطلاقات هذا المساء الجميل مع تحديات سن الحيل والزمول، والمسافة هي 8 كيلومترات. نتابع انطلاقة الشوط الخامس وهو شوط مخصص للحيل. نتابع مقدمة هذا الشوط لجة لهجنة الشحانية على أول المراكز بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يقدم لجة في المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني لنتابع القادمة والمنطلقة على ثاني المراكز. هذه مشاهدين الكرام بلشة لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، يقدم بلشة في المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، ننتقل مباشرة ونتابع فرق لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري، يتواجد في المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، رابع التحديات الكايدة تصل بشعار هجنة الشحانية ومتابعة المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما خامس المراكز وخامس التحديات نجد في هذه اللحظات التقدم والانطلاق مشاهدينا الكرام من قبل كون لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى مع النداء الأول، ونتحول مباشرة نعود إلى مقدمة الشوط والمركز الأول ونتابع الصدارة مع بلشة لهجنة الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بينما المركز الثاني من الجانب الآخر نتابع لجة لهجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الثالث الوصول بهذه اللحظات والانطلاقة من قبل فرق لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري، ورابع التحديات نجد في هذه اللحظة الانطلاق من قبل الكايدة لهجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وخامس المراكز كون تأتي في المركز الخامس تحمل شعار هجنة الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى عبر شاشة قناة الريان الفضائية. نتابع تحديات هذا اليوم ضمن انطلاقات المحل السادس وباكورة مهرجان الأمير الوالد المهرجان المرتقب في هذا الشهر. نتابع تحديات ميدان الشحانية في هذا الموسم الكبير وفي هذا العام الجديد 2020. نتابع التحديات المتميزة، نتابع هذه الشعارات. نعود مباشرة إلى لجة على البداية. لجة مشاهدي الأعزاء تسيطر وتنطلق بالمركز الأول تحمل شعار هجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على أول المراكز. المركز الثاني، المركز الثاني القادمة بكل قوة والمنطلقة في المركز الثاني. هذه مشاهدينا الكرام المنطلقة على ثاني المراكز تحمل شعار هجنة الشحانية اللي هي بلشة والمضمر الذهبي سالم بن فران المري، يتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي ليقدم هذا الانطلاق الكبير وهذا الحضور الجميل. بينما المركز الثالث، المركز الثالث نتابع الوصول في هذه اللحظات والتقدم على ثالث المراكز وثالث الأسماء. نتابع يا سلام الوصول من قبل بلشة لهجنة الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. والمركز الرابع، المركز الرابع نتابع نتابع الوصول في هذه اللحظات والتقدم من قبل الكايدة لهجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وخامس المراكز، خامس التحديات، هذه مشاهدينا الكرام المنطلقة لجة لهجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، الفايف ستار على الصدارة. ونعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع التحدي الأول والانطلاق الأول مع فرق لهجنة الشحانية الذهبي سالم بن فران المري، يتواجد في عمق المنافسة وفي عمق التحدي ليقدم لنا فرق. بينما المركز
الثاني القادمة في هذه اللحظة، والمنطلقة بلشة لهجمة الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث نتابع لجة تحتل المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وتواجد المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الرابع نتابع الوصول، نتابع التقدم في هذه اللحظات من قبل الكايدة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابع التحديات هذه كون تحمل شعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم بتواجد المضمر الذهبي سالم بن فرا المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى. لازلنا نترقب، هناك أسماء لن يحنوا وعد تواجدها في عالم الإذاعة، ولكن نعود إلى الثلاث المراكز الأولى المنعزلة عن بقية المراكز والمندفع إلى نحو ناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا بلشة على المركز الأول لهجن الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن فرق من الجانب الآخر لهجن الشحانية بتواجد الذهبي سالم بن فران المري. والمركز الثالث هذه لجة مشاهدي الأعزاء لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن القادمة في هذه اللحظة نتابع الأسماء المنطلقة، نتابع كون لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. وخامس التحديات هذه الكايدة بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا هو النداء مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. بدينا نقترب من الأمتار المميزة، من الأمتار الحسم. نتابع هذه الأسماء ونتابع أسماء قادمة بكل قوة ما بعد المراكز الخمسة الأولى، ولكن نعود مباشرة إلى بلشة. هذه بلشة وفرق، نعم فرق في المركز الأول، فرق لهجن الشحانية عند الذهبي سالم بن فاران المري يندفع إلى بر الناموس إلى بر الأمان. هذه مشاهدي الأعزاء فرق على البداية، ولكن بلشة لهجن الشحانية مع ثاني المراكز لهجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث أتابع القدوم، أتابع التحدي من الأسماء القادمة، أتابع شعار هجن الشحانية بتواجد الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا انطلاقة كون مع المركز الثالث. المركز الرابع هذه مشاهدي الأعزاء هجر لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وخامس التحديات الكايدة تأتي وتنطلق في المركز الخامس لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن نعود مباشرة إلى الصدارة لنتابع التحدي، لنتابع الإثارة مع لائحة الاثنين كيلومترات الفاصلة عن ناموس هذا الشوط. الله الله الله، أتابع المقدمة مشاهدي الأعزاء، أتابع التحدي والإثارة من خلال هذا الأداء الكبير وهذا الحضور المميز لشعار هجن الشحانية بتواجد الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا انطلاقة فرق على البداية، فرق مع المقدمة، فرق مع الناموس حتى هذه اللحظة، ولكن القادمة بلشة بدأت تشكل الخطر وتنطلق في ثاني المراكز تحمل شعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن القادمة أحلى تصل كون لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري. والمركز الرابع أتابع التحدي وأراقب الإثارة من قبل مشاهدي الأعزاء هجر لهجن الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وخامس التحديات القادمة بكل قوة ومنطلقة في خامس المراكز لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى ركب المقدمة. الله الله الله، أتابع بلشة على الصدارة، بلشة وفرق في موقع واحد في تحدي ثنائي ما بين المركز الأول والثاني
الثاني. هذه بلشة على البداية، بلشة لهجنة الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن فرق لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري يتواجد في ثاني المراكز، ولكن القادمة كون لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. إذا مشاهدي الأعزاء نتابع المعركة الثنائية على المركز الأول والثاني ما بين بلشة وما بين أيضا هنا مشاهدي الأعزاء فرق اللي غيرت مباشرة واحتلت المركز الأول مع الأجواء الأمتار الأخيرة، مع أجواء الكيلو المتر الأخير. هذه مشاهدينا الأعزاء فرق على البداية، فرق مع الناموس تصنع الفارق المستحيل ما بينهم وبين المراكز الأخرى. هذه فرق مشاهدينا الأعزاء تنطلق بالصدارة مع الحزام الأخضر والمنصة الرئيسية. نتابع مشاهدي الأعزاء فرق مع الخمسمائة متر الأخيرة، اللحظات الخطيرة ما بين فرق وما بين بلشة، ولكن فرق على البداية، فرق مع الذهبي سالم بن فرا المري وبلشة مع الشبل جابر بن سالم بن فرا المري غير مباشرة بشعار هجنة الشحانية، الشعار الأدعم الكبير الذي يحضر حضور الكبار، يحضر حضور العمالقة. بلشة على الصدارة، بلشة مشاهدين الأعزاء تحقق الإنجاز لجماهير ومحبين هذا الشعار الأدعم الكبير، شعار هجنة الشحانية. الشبل جابر بن سالم بن فرا المري قدم لنا بلشة في هذا الشوط، تهانينا والناموس لهجنة الشحانية على فوز بلشة بالمركز الأول، والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فران المري، تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الحضور الجميل والرائع. المركز الثاني فرق لهجنة الشحانية، المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل لطامة لهجنة الشحانية المركز الرابع، هجر لهجنة الشحانية المركز الخامس. كان الوصول مشاهدي الأعزاء من قبل قمة لهجنة الشحانية. إذن مشاهدي الأعزاء هذه المراكز الخمس الأولى، تهانينا وناموس لهجنة الشحانية، والتهنية موصولة إلى الشبل جابر بن سالم بن فران المري من قدم لنا بلشة خاطفة هذا الناموس المميز. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 35 ثانية، 10 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. المركز الثاني جاءت فيه مشاهدي الأعزاء فرق لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري، 12 دقيقة 37 ثانية، 7 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، جاءت فيه مشاهدينا الكرام المركز الثالث، كان الوصول مشاهدي الأعزاء من قبل لطامة لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري، 12 دقيقة 45 ثانية و25 جزء من الثاني، تهانينا وناموس لجميع الفريق.